حجر لكن له زبون وله كمان سعر وقيمة. أحجار عشان غالية ونادرة الناس تقول عنها كريم، وعم أكرم في الورشة دي صنعته اللي بقالها زمان، عقيق زمرد ويماني، لولي وزبرجد أو مرجان. أحجار تشد العين ليها، ملهاش مثيل من حلاوتها، وكل ما بتقدم تغلى وتزيد مع الوقت قيمتها. عم أكرم عبد الحميد. نعم. إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم يا عم. الله أكرم. عم أكرم، أنت أشهر صنايعي بتاع فرعوني وأحجار كريمة. أنا مش عارفة ده يعني إيه يا عم؟ يعني إيه فرعوني؟ فرعوني دي كان الشغل الذهب الفرعوني. كنا بنصنعه على أساس اللي هو يبقى الكوبي بتاع اللي في المتحف. الكوبيات اللي في المتحف. كوبيات في المتحف، بس أنا بعمل التصميم بتاع الحجر اللي بيركب في الفرعون. الحجر الكريم اللي راكب جوه الفرعون. جوه الفرعون. يعني مثلا قناع توت عنخ آمون. نعمل له كل الحجارة اللي فيه. أنت بقى بتشتغل مع الصنايعي بتاع النحاس أو بتاع الذهب. بنكمل بعض. اللي بيعمل لك بقى الفريم اللي هتخش فيه الحاجات دي. اللي بيعمل فريم. بيخلصه وبنقعد مع بعض إحنا نعمل الديزاين بتاع اللي موجود جوه المسك. يعني الدقن دي لازم تتعمل بتفاصيلها، الكوبرا اللي فيها اللي هي طالعه من فوق. العين دي بيتجاب عاج ويتفتح فيه بنين معين مش اي حد يعرف منه. ايه اللي حبيبك اصلا في الفرعون؟ انت منين اصلا؟ انت أنا من نفس هنا؟ المنطقه دي. احنا فين هنا؟ هنا دي منطقه اسمها الصلحيه. دي كانت منطقه سكنيه عاديه، ما كانش في سوق اصلا احجار كريمه. ابتدت سنة ده يفتح محل. بس انتوا مجاورين يعني الشارع الموازي لخان الخليل، يعني خان الخليل وكم احنا حارة. احنا امتداد اخر خان الخليل، لكن هي ما كانش فيه زمان حاجة اسمها سوق احجار كريمة، كانت ورش بس، ورش وناس بتبيع. النهاردة بقى فيه كذا حد احجار كريمة وكتير، وابتدوا يسافروا يجيبوا بضاعة من بره ويجيبوا كده. ده بقى اللي هو شغل التكنولوجيا اللي طالع جديد اللي هو شغل المكن، بس احجار كريمة. لكن انت بقالك كام سنه في الحته دي؟ انا اتولدت، انا عندي 57 سنه مولود هنا. والدك كان برضو احجار كريمه؟ انا اتعلمت منه. اتعلمت من بابا. كان المكن زمان بيدوي كده ويشتغل يلف المكنه بايد دي ويشتغل بايد دي. اول ورشه فتحتها كانت فين يا عم؟ كانت في عماره هنا صغيره كده، خدت ورشه صغيره على قد كده. مش مع باباك بقى؟ لا انفصلت. كنت بلاقي بشتغل سايق. سايخ؟ بصنع، بعمل سناسل كردون وكده وحاجات كده. صنعة مختلفة خالص. صنعة. كنت عايز ابقى سايخ. مش زي باباك، مش بتاع حجر. قلت اختلف. وبعد شوية كده حبيت ان انا لا انا ما مش دي صنعتي. مش لاقي نفسي فيها يعني. ابتديت اخش بقى في الاحجار وابتديت اطور بقى نفسي. دي بتتعمل ازاي؟ الحجر بيتعمل بومبيه ازاي؟ انا بعملها فلات بعدين بتطلع من بومبيه. مرحوم والدك ما علمش عيال تانية انت بس ولا علم؟ لا علمني وانا علمت اسلام وعلمت اخواتي، ليا اخ تاني علمته. اصغر. علمته بقى شاطر جدا يعني فعلا. بيعمل شغل برضو على فضه، بيعمل شغل كده و في يعني التلميذ بيسبق استاذه. انت حاسس ان اسلام احسن منك؟ في حاجات وحاجات. في حاجات غاوي حاجه. فانت فتحت الدكانه دي. بعت بيها ايه يا عم؟ عملت الاول فيها الاحجار وبعدين ابتديت رحت جاي هنا تاني. سبت بقى دي عايز اوسع فجيت هنا. ابتديت بقى اجيب صناعيه وانا لسه صغير، كم صناعي. ابتديت نطور، ابتديت اعمل بقى شغل فرعوني الذهب. ناس محلات الذهب تبعت لي الشغل وانا اركبه. كان الاول بتعمل فلات كده مسح. ما كانش عاجبني. ابتديت اطور بقى، اطلع الحجر اعلي شويه واعمله بومبي شويه لان في الوقت ده كان الزبون بتاع الفرعوني الزبون الايطالي. طلعينا ولا امريكان؟ لا الطلاينة والامريكان. الطلاينة كانوا بيحبوا قوي الشغل الفرعوني بتاعنا. بقول لك ايه يا عم اكرم، ينفع تاخدني تعرفني بقى لا في هنا عند حتتك دي، تقول لي الحجر ده كذا وبيجي منين، الحجر ده كذا أنا. عرفني كده بما اني مع خبير الاحجار الكريمه. تحت امرك. يلا تفضل. تعالى. بقى
دي بقى مجموعة الأحجار اللي أنت بتركبها يا عم أكرم، مش بتعمل بيها الفرعوني. لا لا، دي اللي بتتعمل، دي في منها خامات طبيعية كده على ده طبيعتها. إيه مثلا؟ ده حجر اسمه روز كوارتز خام، لازم ده الخام. ده الخام بيجي نتقطع بنعمل منه فصوص، تبقى مثلا الفص كده، أو لما يتلمع يبقى كده مثلا. يتلمع يبقى كده، ده خام لسه خام، نتقطع يتعمل منه بقى لعبة، تعمل منه فص، خاتم، تعمل منه تعليقة، حلق. طب وده ايه؟ ده مش شكلوش فاروز. ده مش فاروز. ده ايه؟ دي عجنه كده جايه من الصين شبيه الفاروز. دي بتحط على حاجات ارخص يعني، ارخص في الحاجات دي. عم اكرم، الاحجار دي بقى تخش في خواتم، تخش في حاجه، ولا تتدقدق ويتعمل بيها الشغل الفرعوني ده؟ كاز الفاروز بكسره وبعمل منه ديزاين. ديزاينز الفرعوني ده كده. اما بقى اللي بحب اعمل منه فص، بقطعه على مكنه وبعمل الديزاين اللي هو يطلع منه فص اللي كده. هو اصلا مثلا اللي في ايدك ده اللي هو البامبا ده. ده اللي ايوه، ده الروز كوارتز، بيطلع روز نفس الحجر كده. الحاجات دي مستورده يا عم اكرم صح؟ كل ده، كل بلد وليها تخصص الاحجار بتاعها. يعني ده منين اللي في ايدك؟ يعني عندك اللي هو ده بيجي من البرازيل، الاماتيست. والاخضر ده ايه؟ وبرده بيجي من جبال، بيجي من مناجم النحاس. مناجم النحاس. الملاكايت. ده ملاكايت. ده ملاكايت. اما بقى في الفيروز بيجي من عندنا، من ارض الفيروز، من سينا. بس ده ما شكلوش زي فيروزنا ده. لا لا لا، ده صناعي، ده صيني. حجر صناعي صيني. بيبقى شبيه للحجر على اساس بيبقى رخيص، بس حط على الاكسسوار، حط على سباحه، حاجات عاديه، الفضه والحاجات دي كده. طيب. اما العقيق بيجي بقى، في بيجي من جميع انحاء العالم. العقيق، العقيق يجي من اليمن، اعلى عقيق في العالم العقيق اليمني. ايه اللي جنبك اللي عامل زي ورده ده؟ ده اسمه ورد الصحراء. يعني ايه؟ حجر بيطلع شكله كده، بيطلع كده رباني كده من الارض. والميزان الصغير ده يا عم اكرم، انت بقى بتبيع الحاجات دي بالجرام؟ بالجرام. يعني مثلا جرام الملاكايت ده، ولا جرام يعني في حاجات بتبدا من 5 جنيه 10 جنيه وانت طالعه بقى، وانت بقى تقعد بقى تشوف الحاجه بتاعتك، نشوف الاحجار بسعرها. طب الشغل ده يا عم اكرم، ده كله اجنبي صح؟ ده كله ده بيجي، ده بيجي تصنيع. ايوه، مش حاجات صيني، حاجات للمكن. مكنة؟ بس معمول في مصر هنا؟ معمول بره. طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت راجل صناعي محترم جدا جدا جدا، وبتعمل حاجات في منتهى الروعة والجمال، ليه المكان بتاعك فيه الإكسسوارات دي اللي شكلها مش يدوي؟ ديكورات، أنا عاملها زي يعني ديكور، بس نبيع الحيطة يعني تغيير، لكن هو كله التركيز على الحجر. الزبون بيحب ده أكتر، ولا السوق اللي خلاك تحط الحاجات؟ والله هو السوق، حطينا تشكيلة كده، لكن أنا عشان ببقى المحل جوه وبطلع حاجات بره في الشارع، فما ينفعش احط حاجات غاليه جدا على الحيطان، فبحط حاجات تداري بس الحيطه. لكن مش ده المكسب. لكن أكيد لا لا لا، هو الشغل كله في الحجر وفي العموله وفي التصنيع الايد، في تصنيع الايد. ان انا اقدر اصنع الحاجه دي اللي ليها متعه وليها مكسب. مكسب ومتعه. طبعا. لكن ده عشان بس احنا فاتحين في الخان، ناس بالزبط. تيجي طيارة. ايوه كده بالظبط، هي كديكور بس كده، كان مش اساسي. طول عمر موجود الحاجه دي يا عم اكرم، ولا السوق اللي خلاك؟ لا، كل يوم في جديد. عايزه اتفرج بقى على ازاي الحاجات بقى اللي هي فيها تكنيك وفيها صنعه وكده. اخدك دلوقتي افرجك. يلا بينا.